بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد أفضل الداعين إلى الله والمرشدين إلى محبته وتقواه، وعلى آله الطيبين وصحابته وكل من والاه، عملا بقوله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وقوله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. نفتتح على بركة الله هذه القناة المباركة التي نوجهها إلى الدعوة الصادقة لمعرفة الله عز وجل وطاعته، إذ لا يعبد الله عن جهل، وإلى ترغيب الناس كافة في الفضائل اكتسابا وتحليا، وإيصال التعاليم الإسلامية الخالدة وتزكية القلوب من أدرانها، وكل ذلك ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتشرف بتقريبه إلى الأذهان ونحته في الوجدان، سائلين الله تعالى أن يجعل كل كلمة خالصة لوجهه الكريم، وكل مذاكرة خدمة لديننا السمح العظيم، ونرجو من السادة المتابعين جميل الدعاء. والسلام من خادم الطريقة المدنية محمد المنور المدني.